منتابع مشاهدينا مع فقرة تكتير كول ويعقوب عبيد، فنان كاتب وملحن خريج استوديو الفن سنة 2010 وحائز على الميدالية الفضية عن الأغنية الكلاسيكية اللبنانية، عازف على آلة العود ومغني. صباح الخير يعقوب. صباح النور. كيفك؟ زينة الحمد لله. ماشي الحال؟ نشكر الله. يعني بس نقول الأغنية الكلاسيكية اللبنانية هيك بنرجع إذا فينا نقول على الزمن الحلو، على زمن الأغنية الحلوة. اليوم بتحس شوي الأغاني تغيرت، وين بتلاقي أنه اليوم الأغاني الكلاسيكية اللبنانية محلة بين كل هالعجقة؟ بين كل هالعجقة هي اللي بنحسها هي البيزك، يعني الأساس لكل فنان بده ينطلق، والدليل على شيء كل النجوم يلي انطلقوا من عبر البرامج المواهب رجعوا للأساس يعني، وبعدين بصيروا هلأ لأنه شوي يمكن الجو العالم بحاجة شوي هيك تطلع من السترس يلي هي عايشة فيه، وكله يعني المشكلة الاقتصادية والسياسية كلها تعكس دور كبير على الثقافة وعلى الفن. بزعلك هيدا الشيء؟ يعني بزعلك اليوم انه نحن نوعية الأغاني اللي عم نسمعها في أشياء مهضومة وبتقطع، وفي أشياء كمان أوقات عم نقول انه وين صرنا نحن بالكلمات، حتى بالألحان، بالضجة اللي بنسمعها أوقات أكثر من الأصوات الحلوة. بزعلك هيدا الشيء كونك يعني خريج استوديو الفن وبتحب الأغنية الكلاسيكية اللبنانية؟ أكيد نتأسف نحن كمواهب ربينا على هيدا النوع من الموسيقى اللي كتير حلو يلي نحن صغار كنا نسمع. سيدي فيروز الله يطول بعمره، راحل العملاق ولي صافي الله يرحمه، الأستاذ نصري شمس الدين الله يرحمه، يعني كله، وأستاذ زكي نصيف، وال هالعمالقة اللي عملوا ثقافة فنية كبيرة اليوم يلي عجب بالفعل. أنه بتلاقي أنه هلأ بس نرجع بالمدارس بالمعاهد بالعيال ما بنسمع غير هيدا النوع من الأغاني يلي فينا نحطها لكل أفراد العائلة بكل رياحة، وهيك فيها فرح يعني. بس نحن هلأ كفنانين مخرجين من هالبرامج مثل استوديو فان العريقه يعني، هلا لازم شوي نشتغل اكثر ما نحكي يعني. يعني المفروض نبلش نشتغل على الحان، على كلام. انا يعني كاتب وملحن، يعني المفروض يعني السوق كمان شوي نضخ فيه الحان. صح، يعني في مسؤوليه شوي اليوم على الفنانين. أكيد. يلي اذا فينا نقول الفنانين الاصيلين يلي عبالهم انه يتركوا هيدي الثقافه الفنيه موجوده بالبلد، اليوم بتحسهم عم ينسحبوا بهيدي الموجه يعني اذا فينا نقول الاغاني الهابطه يلي عم نسمعها اليوم، بتحس انه هن عم بيقولوا لك لا انا ما بدي فوت بهيدي الموجه، وأنا ما قادر أعمل أغاني اليوم حلوة ولحنة حلو وفيها كلمات إلهم معنى، لأنه ما بيضربوا أو العالم ما عم بتحب تسمعهم. ما خلص هلأ إذا بتلاحظ بالحفلات، وحضرتك كتير يعني ناشطة وبتعرف كيف عم تصير الحفلات هيك بالريبرتوار تبع الفنانين، الأكثر شيء العالم عم تتفاعل معي أغاني أنت بتعرف. القديمة الحلوة، القديمة مثلا على العين مليتين، أكبر نجوم أوكي ما تمشي سهرة إلا معاي الغنية ترارت، وشوف العالم قامت هيصت. ما خص أنه الأغنية القديمة وأغنية جديدة، في هلأ مسؤولية كتير كبيرة على الفنانين. هو الملحن هو صانع الأغنية صراحة. أكيد. والملحن في فترة كبيرة ما أخذ حقه، صار مثلا الفنان يطلع يأخذ هو كل الكريدت أوكي، وانتسى الملحن وماديا وكل هالتفاصيل، ما عادش في دعم للفن يعني. فيك تقولي مثل معمل فاكتوري، الفاكتوري هو الاساس لحتى البرودكت يطلع. طب اذا الفاكتوري مش عم تهتم فيه، مش عم شو عم تطلع للبرودكت كثير شيب. وبعدين الجمله الموسيقيه هو من عند الله، هذه يعني الموهبه بالاساس هي من عند الله، وكل شيء فيه حياه هو من الخالق. سو هيدي الجملة الموسيقية صارت مفقودة، أكتر شيء عم تكل على الاستديو على التكنولوجي. صحيح. بتلاحظي كل شيء فيك، يعني حتى بالزرع وبالخضرة، كل شيء بالكيماوي وما بعرف شو تاكل الخضرة. يعني هالتكنولوجي خدمت من مال ومن مال تاني كمان عم بتروح إذا فينا نقول المعنى الحقيقي للأغنية الحلوة. إيه، ما في هيدي الجملة مثل هيك الله يرحمه أستاذ يعني زكي نصيف، هالألحان هيك اللي بتفوت على قلبك بتحسيها بعد لهلا عايشة. هون تحسهم مركبين. أنت عمري مثلا، شو هاللحن هذا الخالد يلي
بكل البرامج، وحتى في ناس حققوا اشياء كبيره على هيدي الليتلي وقت صارت ريسنتلي وقت ربحوا بال يعني بيضونا وجنا بالرقصه الشهيره. نعم مياس. مياس فشوفي عشو كانوا عم بيشتغلوا اي غنيه. انت عمري انت عمري اكيد هالاغاني ما بتموت طبعا يعني بيبقى اليوم في مسؤوليه على معناته انا سوري بنرجع للحديث انه اصلا نحكي كثير ونقول الفن وكله يعني سوري يعني مع احترامي لكل الزملاء الفنانين يلي عندهم خبره كثير كبيره الحكي ما عادش ينفع بدنا فعل بدنا الحان حلوه بدنا كلام موزون والعالم جاهز تسمع هلا العالم شو بتطعميها بتاكل صح ما هذا اللي بدي اقول لك يعني اليوم في تركيز على هذا النوع من الاغاني طبعا. للاسف اللي عم يضرب لانه العالم ما عم تسمع غيره وشوي للفنانين الستارز يعني كلاس اي والنجوم شوي هيك يعني يعني يشوفوا يعني المواهب الجديده اللي طالعه ياخذوا منها الحان مش ضروري انه انا ما باخذ غير براند انا والله انه ملحن فلان ما باخذ غير منه صح هلا بنحكي عن هذا الموضوع كمان قد ايه هو مهم وقد ايه اليوم الفنانين مثل ما قلت يعني اللي قدروا يصيروا نجوم كبار قد ايه عليهم مسؤوليه شو بقى نسمع هلا منك يعقوب نسمع هلا موال للاستاذ ابو بديع الصافي اوه من نحن يا بشر من هون حلو نحب نستذكرهم بهالحلقه لهالعمالقه اللي تعلمنا منهم وان شاء الله نقدر نعمل 10% من اللي قدروا يعملوه اكيد وبعدين نرجع تحيه لروحه نرجع كمان نقول شيء لسيده فيروز هلي على الريح نحن بحاجه لهيك لهالنفس الوطني يلا خلينا نبلش يلا. باول اغنيه شفتك والدنيا قبالي ايام تعن عبالي يا تلج تلوج على العالي ويا ارز العالي تعلى عالدنيا كلها كلها عالدنيا كلها اللي عالريح يا رايتنا العالي عز وتلويح ارزتنا اللبناني اللي عالريح حلو حلو يعني فعلا بترجعنا هيك على الزمن الجميل اللي دايما بنحكي عنه انه قد ايه نحن اليوم اشتقنا له قد ايه هذا الجيل الجديد شوي بعيد عنه يعني ما فينا ننكر اليوم كمان انه هيدا الجيل اللي عم يطلع هلا ما كثير عنده فكره على هذا النوع من الاغاني ما عنده الدينه الموسيقيه الصح لانه متوجه على الاغاني يمكن اللي عم يسمعها اليوم على الابلكيشنز على السوشيال ميديا اللي موجود
الموجودين يلي عم بيروحوا فايرل للأسف يعني إذا فينا نقول. اليوم حضرتك كمان يعقوب بتمرن أولاد صح وبتعطيهم هيك كورسز، خبرنا شوي عن تجربتك مع الأولاد وقدي اليوم هن محمسين أنه يرجعوا يفوتوا على هيدا العالم الصح إذا فينا نقول. صحيح، أول شيء بنقول الله الله يديم هالبلد والله يحمي لبنان يا رب وضل الأرض عالية فوق السحاب إن شاء الله. بعد أنا ما نجحت بسيد الفن وهيك أخذت هذا الطريق، رحت بمنحة معين وعم كفي علبة الموسيقى وتعلمت موسيقى ولقيت أنه هاي الخبرة اللي عندي إياها أنه لازم يعني أعطيها لهذا للأجيال ما بيقولوا صادق أكيد. يعني كلمة كبيرة بس أنه قد يعني لا هي الحقيقة، يعني قد ما فينا نشتغل وقد ما فينا نعمل. أنا أكتر بشتغل على على المواهب، يعني أنا ببلش من عندي من عمر 7 سنين، ما في عمر معين. وسبق لحق مرق عندكم كمان ضيفي من شي سنة ماري الفنانة الملتزمة كمان عم نشتغل لها، كمان نشتغل نحن على بلان طويلة، على خطة طويلة. طويل. يعني أنا ما فيني يجي لعندي تلميذ 3 أشهر يفل، لا بدي يجي أول شيء بشوف صوته بشوف وين خامته، بعمل له اللي عندي الدرس هو يعني 30% من البروجكت، شوفي قداش الدرس مهم بس مش هو كل شيء، بنشتغل على شخصيته شو بدي يسمع وشو البلان اللي قاله. أنه أنت فنان شو غايتك يعني؟ وعلى الحضور يلي الفني اللي بدي يكون عنده إياه. ما هي المشكلة، شو هي المشكلة زينا؟ أنه بيجي الموهبة بتنمى ما في توجيه. سو هون شو التلميذ أو الموهوب شو بيشوف مثلاً على السوشيال ميديا أو على التيفي هيك، شو فنان ناجح عنده جماهير بصير هو بده يعمل مثله. فنحن من وعيه نقول له أنه هيدا المزبوط هيدا الصحيح، من نميله شخصيته من وعيه على كل التفاصيل، من علمه الموسيقى المضبوطة، وهو ساعتها هونيك صار عنده هيدا الثقافة الموسيقية يلي بتخوله يميز بين الغلط والصح وبخليه ينضج. لأن تعرفي بعض واحد يكون صغير أو بسن المراهقة ما عنده هيدا البعض يعني النضج الكافي حتى يعرف كيف بده يوصل. هون بدي أسألك يعقوب عن البرامج المواهب الفنية قدي أنت معه، يعني اليوم بنشوف بهالبرامج أصوات كتير حلوة وإذا فينا نقول اكتشافات لفنانين كبار بيرجعوا بيختفوا من بعد البرنامج، يعني ما في ملاحقة لألون، ما في مساعدة لألون، ما بينحطوا على الطريق الصح بالوقت اللي لازم يصير فيه استثمار بهالأصوات الحلوة اللي هي موجودة بالبرامج ببرامج المواهب. أكيد هلأ ما في شك أنه صار كل شيء مادي هالأيام. يعني أوكي هاي الفكرة مثلا هالبرنامج عنده مثلا هدف من وراء البرنامج أنه يعمل ما بعرف مشاهدات، يعمل مشاهدات وبعدين خلص بينجح يعني يدبر راسه المطرب. بس أنا بلاقي أنه الموهبة الحقيقية يلي الله عطينا إياها بده كمان واحد، يعني في دور كبير من الإعلام وفي دور كبير كمان من الشخص هو ذاته، ما بده ييأس ما بده يستسلم، بده يضل يتابع، يكون في فريق عمل صح عم يتابعه. والغلط انه لازم اللي يكون من الـ من من هالبرامج اهتمام بالمواهب او حتى من المعنيين، لانه كلهم بيقولوا انه نحن بس ظهرنا من البرنامج خلص انطفت انطفوا. ما هون المشكله انه الفنان هو عم يعكس يعني صوره الوطن. طب نقوا هالمواهب الحلوه اللي عندهم اصوات الحلوه اللي عندهم فكر حلو، انتم بالنهايه عم تعملوا استمراريه لهذا الفن الحلو وعم تعملوا ايمج وعم تعلق كل الايمج للوطن مش بس لهذا الشخص. يعني هلا مثلا شوفني عنا فنانين نحن يعني بنشوف حالنا فيهم قد قد الدنيا اكيد النجوم الكبار، يعني بدناش نذكر اسمائهم. عملوا وين وما يسافروا هيك عم يبيضوا وجه. عندك هيك حدا من الفنانين بتحب تسمع له؟ يعني اذا فينا نقول الموجودين اليوم على الساحه الفنيه كل النجوم الكبار بنحب نسمع لهم. يعني مثل مين؟ استاذ معين الشريف، استاذ ملحم زين، وائل كفوري، يعني كل هالاصوات الحلوه يلي كمان بعضهم هيك عم يعملوا اشياء حلوه، يعني عم كيف اكيد تحيه كثير كبيره لهم لانه هن يمكن اليوم الوحيدين يلي حاملين اذا فينا نقول الرايد الاغاني. كمان استاذ عاصي حلاني صح حفظ الحلوه يعني. شو بدك تسمعنا بعد؟ يلا كمان موال للاستاذ نصري شمس الدين الله يرحمه، كيف حالهم كيفهم حبايبنا.
يلا. هلا لكل واحد مشتاق لحدا بيحبه. هذا اكثر شيء في منهم هولي بلبنان. لانه ما حدا ما في عائله الا ما فيها اوكي. لكن هيدي رح تكون من لبنان لكل المهاجرين يلا بامريكا. هلا كمان عم بيحضرونا بامريكا، موجه لهم تحيه كثير كبيره للجاليه اللبنانيه بامريكا وبكندا وبكل العالم بيحضرونا، وطبعا بالدول العربيه بدنا نقول لهم كيف حالهن كيف حبايبنا عم يبعدوا والبعد تعبنا كيف حالهن كيف حبايبنا عم يبعدوا البعد تعبنا بيت قريب وحي بهالحي إلنا سنين نمشي ما قربنا جد يعني يسلم هالصوت وكثير انبسطنا بوجودك معنا يعقوب عن جد. بدي اسالك بس اخر سؤال، شو اليوم الصعب لفنان عنده صوت حلو اداء حلو وحضور انه يعمل نجم؟ يعني اليوم ما عم نشوف اسماء جديده، وقفوا الاسماء عند بعض النجوم وما عدنا شفنا اصوات جديده شبابيه مع انه في اصوات حلوه. يلا بهمك الجديد
لازم نحن دائما بنستقبل عن جد مواهب جديده، نتامل انه ينفتح لهم فرص، لانه مثل ما قلت يعني يعقوب بنحب هيدا الفن، وهيدا الفن اللي بدنا اياه انه يبقى بهالبلد، لانه هو فعلا الفن يعني بيعكس حضاره ورقي وثقافه الشعب اللي موجود فيه. هو يعني وجه البلد. وكمان انا بقول انه كنا عم نتناقش مع كثير يعني زملاء وهيك، انه التي في دوره ما ابدا ما راح، بالعكس هو جزء كثير اساسي، لانه السوشيال ميديا مش هو معيار لحتى يطلع نجم ابدا. يعني احنا وقت نجحنا باستوديو فن كان في لجنه يعني طويله عريضه، يعني اساتذه دارسين لحتى ما بعرف شو، صحيح، يعني من استاذ سيمو اسمر الله يرحمه لكل هال، صح، يعني نحن اليوم وجودك معنا بفرجينا انه الفن بعده بألف خير، ومكملين اكيد اكيد، ومبسوطين فيك، وان شاء الله دائما بتكون معنا بحلقات لاحقه لنعكس هيدي الصوره حلوه عن الفنانين والاشخاص اللي مثلك يعقوب عبادي اللي فعلا بينشاف الحال فيهم. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم على الاستضافه، اهلا وسهلا، ومنحيي كل المشاهدين. شكرا لك.